خليني اخد كابتن توفيق السيد. مساء الفل. فل يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين جميعا، يا رب كل عام وانتم بخير. انا بص اتفضل. يعني انا شرقت في حاجات يا كابتن توفيق. صحيح، واضحه وضوح الشمس. يعني انا لابس جاكيت كحلي غامق. لما اكلمك اقول لك يعني شرقت والله. معلش معلش. من ال حد جاي في سيرتي، معلش. اكيد. الاول انت قول لي ايه ده؟ لا ما يعني انا يعني بص اقول لحضرتك على حاجه. اولا حماده الكلاوي من الحكام المتميزين جدا، بقول لك بامانه الموسم اللي فات عمل موسم اكثر من رائع. حماده الكلاوي، حماده من الحكام استاذ محمد اللي المفروض تتعامل معاهم نفسيا. يعني انا حماده كنت بتعامل معاه نفسيا. حماده يمكن يعني في بعض الامور كده لازم تشتغل على دماغه، يعني تشتغل على دماغ حماده. دي يا كابتن مش محتاجه لا دماغ ولا رجل ولا ايد. انا متفق معاك لسه، ولا نفسي ولا بدني. انا عايز اكمل، ما كلام حضرتك صحيح، انا مش مختلف. ركله الجزاء موجوده وركله الجزاء صارت، كل حاجه تتقال بصدق وبوضوح. اللي يغلط يا كابتن يتقال في وشه طبعاً. انك غلطان ولا يليق حكم في الدوري الممتاز المصري كره زي دي تعدي كده عادي ويروح يشوفها وعادي. انا لا اسوق مبررات لحماده الكلاوي، انا بس لسه بقول لحضرتك ايه. بقول لك حماده عمل موسم اللي فات كويس جدا. ده من الحكام اللي تقدر تتعامل معاهم نفسيا. حماده الكلاوي يمكن حضرتك لو شفت امبارح القائمه الدوليه ممكن تكون ارسلت الى الفيفا. واعتقد ان حماده كان يعني بيمني نفسه انه يكون موجود بناء على ما راحش القائمه الدوليه. ما راحش كمان تلاقي الشاطئيه، اعتقد الشاطئيه او حاجه كده، انا ما اعرفش لسه. لكن انا كان المفروض من لغه الحكام، انت حكم وهو اكيد عارف انه ما راحش، ما تحطوش في مباراة تاني يوم يعني. يا كابتن ماشي، انا ممكن افهم ده يا كابتن من كرة في نص الملعب، كرة حتى الفار ما راحش للفار يا كابتن. ما أنا مش مختلف، ما انا مش عارف اقتنع. ما هو هنا ما انا لا انه ما راحش القائمة الدولية حقه عليا انا وحقه على كل الناس. بس يا كابتن ده راح شافها بعينيه. ما فيش شك، انا انت برضه ما انا مش عايزك تاخدني في سكة ان انا بدافع عن الحكم. لا ما اقصدش، انت بتوصف لي حالة له انه نفسيا متضايق. طبعا. طب ماشي، لكن هذا لا يبرر. ده اللي انا عايز اقوله، هذا لا يبرر. ركله الجزاء صارخه وموجوده، وقعد على كابينه الفار عمرو الشناوي. عمرو الشناوي حكم دولي فار لسه، جاي الراجل جاي من كاس العالم. مش محتاجه يا كابتن حتى عمرو الشناوي يقول له. عنده خلي بالك، زاويه رؤيه حماده يقدر يشوف اللعبه ويصفر عليها من مكانها. حلو. زي ما صفر على اللعبه الاولانيه. وهي الاولانيه سليمه بتاعت المصري؟ يعني ما يعني ما لا يعني قول لي رايك الفني يا كابتن بصراحه. يعني اللعبه من الالعاب الصعبه، انا اشوفها فيها التحام بدني عادي. لا ترتقي مستوى ركله الجزاء بالنسبه لي الحقيقه. يعني انا النهارده عندي معايير مختلفة. يعني لا ترتقي حسبها، وليها ركله جزاء صارخه ما حسبهاش. ما هنا دي المعايير، هنا المعايير يا استاذ محمد. انت النهارده ازاي يا حماده معيارك في دي ركله الجزاء ومعيارك في دي ما فيش ده اللعبه الثانيه ما فيهاش تقدير. انا شايف ان الدفع ده بالطريقه الصارخه دي بايده الاثنين، لا مدافع النادي المصري داخل منطقه الجزاء بايده الاثنين، لما يدفع المهاجم بالطريقه دي يا حماده ويستدعيك حكم الفيديو وتروح تشوف اللعبه. مظبوط، والزاويه كمان الواضحه هي اللي كانت بتتعاد قدامه، احنا شايفين في الفار. يعني الزاويه الواضحه كابتن توفيق سامعني؟ طبعا هو كابتن توفيق الخط قطع، انا بشكرك شكرا جزيلا. يبدو ان الشبكه يعني قطعت، لكن اهي كابتن توفيق قال لك دي بنالتي، الثانيه مش بنالتي. طبعا النادي المصري بص يعني بيقدم وبيشتغل، وانا بتكلم في قرار حكم زي ما اتكلمت في المقاولين في الزمالك والمقاولين، قرار حكم دون النظر للون الفانيلا ده ولون الفانيلا ده ولون الفانيلا ده ولون الفانيلا. هناك ظلم وقع في هذه اللعبه، يعني هذا قرار ظالم 100% وواضح وضوح الشمس في 100%، وحاجه مش قادر دماغي تستوعبها ان حكم يبقى قدامه كره زي دي بالوضوح ده ويرجع يشاور يقول لك العب. يعني بصراحه حاجه من الحاجات المثيره في عالم كرة القدم عندنا في مصر هنا. والله العظيم حاجات يعني، وتحكيم ولجان تحكيم وخبراء اجانب ولا يعني ابسط الاخطاء واضعف الاخطاء. يعني مفيش اخطاء اضعف من كده ولا ابسط من كده. خلاص خلينا نروح نطلع فاصل سريع. بعد الفاصل هنتابع تقارير عن المباراتين بكره واستعدادات الاهلي والزمالك لمباراتين بكره وبعده مع سان جورج وارتا سولار، ثم نعود فقرتنا التاليه مع نجومنا كابتن احمد عيد عبد الملك والكابتن محمد عبد الجليل.